ازاي تنجح في التجارة؟ وايه هي الاستراتيجيات اللي تخليك قوي جدا في التجارة وتحقق فيها نجاح كبير؟ وايه هي انواع التجارة ومجالات التجارة وازاي تختار مجال التجارة المناسب ليك؟ في الحلقة دي هنعرف كل حاجة خاصة بالتجارة ومش هسيبك غير لما تبقى عارف فيها كل حاجة، يعني بالبلدي كده هتقفل الفيديو تقوم تاجر. خليك معايا وتابع معايا، ولو اول مرة تشوفني انزل اعمل اشتراك في القناة وفعل زر الجرس عشان توصلك كل الفيديوهات الجديدة. حلقة جديدة من أصل الحدوتة، أهلا بيكم. في ظل أزمة غلاء الأسعار اللي بنعيشها الفترة دي، ناس كتير جدا بتهرب منها بالتجارة، لأن التجارة من أفضل وأحسن الطرق عشان تحقق ربح وتزود دخلك. طب إيه هي التجارة؟ التجارة بشكل عام هي مصطلح بيتقال على الأعمال التجارية اللي بيبقى فيها بيع وشراء، شاملة السلع والخدمات وكل الحاجات دي تعتبر تجارة. نيجي بقى لأنواع التجارة. التجارة فيها ثلاث أنواع: تجارة داخلية، وتجارة خارجية، والتجارة الإلكترونية اللي انتشرت الفترة دي. هنتكلم في كل نوع بالتفصيل. التجارة الداخلية هي التجارة اللي بتكون في نطاق محدود جوه سوق محلي أو في بلد معين، وليها قسمين: تجارة التجزئة وتجارة الجملة. تجارة التجزئة أو زي ما بنقول القطاعي، بتكون فيها كمية البضاعة اللي عند التاجر محدودة وبكميات قليلة وسعرها بيبقى أعلى، لأن بيشتري التاجر كميات مناسبة لطلب السوق وبيبيعها للمستهلكين، ولما بتخلص بيجيب تاني، ويعتبر تاجر التجزئة هو حلقة الوصل بين تجار الجملة وبين المستهلكين. أما تجارة الجملة فبتبقى العكس، البضاعة بتبقى بكميات كبيرة لأن التاجر بيكون بيتعامل مع مصنع أو بيتعامل مع شركة، فبياخد البضاعة بكميات كبيرة جدا ويبدأ يوزعها على المحلات. يعني يعتبر تاجر الجملة هو حلقة الوصل بين المصنع وبين تاجر التجزئة. أما التجارة الخارجية هي العمليات التجارية اللي بيتم فيها تداول سلع بين بلدين مختلفين، وليها ثلاث أنواع: تجارة التصدير، وتجارة الاستيراد، وتجارة الترانزيت. تجارة التصدير، ويمكن كتير مننا عارفها، إن منتج أو سلعة بتطلع من البلد اللي انت فيها لبلد تانية، يعني انت مصنع المنتج ده وبتصدره لبلد تاني. أما تجارة الاستيراد هي العكس، إنك بتستورد منتج أو سلعة من بلد تانية. لكن تجارة الترانزيت مختلفة عنهم، وهي ان السلعة بتطلع من البلد المصنع عن طريق وسيط بياخدها البلد تانية عشان يكمل تصنيعها او يقفلها، وبعد كده بيوديها للبلد اللي هتتباع فيها. يعني مثلا عربية حاجتها متصنعة في الصين، والوسيط اخدها وجمعها وقفلها في السعودية، وبعد كده ودها لمصر عشان تتباع. هي دي تجارة الترانزيت. النوع الثالث من انواع التجارة، وهي التجارة الالكترونية. التجارة الالكترونية انتشرت الفترة دي بطريقة رهيبة، وبقى ليها مستهلكين كتير. التجارة الإلكترونية هي التجارة اللي بتكون من خلال النت في بيع وشراء السلع والمنتجات المختلفة: كتب، حجوزات طيران، لبس، منتجات إلكترونية، خدمات مالية، كل دي تندرج تحت مسمى التجارة الإلكترونية. وطبعا ليها مميزات كتير جدا، من أهم مميزاتها إنها بتسهل عملية التسوق وبتوفر في الوقت، وبتخليك تشتري من أماكن مختلفة ومن دول مختلفة ومتاحة في أي وقت. وطبعا انواعها كتير جدا ومختلفه، زي من الشركه للمستهلك، او من التاجر للمستهلك، او من المصنع للمستهلك، او من المصنع للتاجر، او من الحكومه للمستهلك، او من الحكومه للشركات، كتير جدا. بس انا عشان ما اطولش عليكم ممكن نتكلم فيها بشكل مفصل في حلقه لوحده. نيجي للكلام المهم، ازاي ممكن تنجح في التجاره وتكون تاجر مميز وفي نفس الوقت محقق ارباح عاليه؟ هنقول الاول الاسباب الرئيسيه لنجاح اي تجاره، وبعد كده هقول لكم استراتيجيات ناجحه جدا في مجال التجاره. نبدا بالاسباب. مين من التجار ما يحبش انه يكون ناجح جدا في التجاره ويكون له ناس كتير عارفاه وبتثق فيه؟ اكيد كل التجار. لكن تعمل ده ازاي؟ هقول لك تعمل ده ازاي. انا هخليك تقفل الفيديو تقوم تاجر. الاسباب المهمه لنجاح اي تجاره: اول حاجه تحديد الهدف، تاني حاجة السوق المستهدف، تالت حاجة دراسة المخاطر، رابع حاجة معرفة المنافسين، خامس حاجة عمل برنامج حسابي للمشروع. نبدأ بأول حاجة وهي تحديد الهدف. لازم تحدد هدفك من المشروع وعايز توصل لإيه بالظبط. هل هو عشان تحقق ربح بس، ولا عشان تعمل اسم للمكان ويتعرف ويكون من المشاريع التجارية المشهورة وتكون علامة تجارية قوية، ولا عشان إيه بالظبط؟ لازم تحدد الهدف. طبعا لازم تحط تصور للمشروع التجاري من ناحية التكاليف المادية، وتعرف كمان هتستهدف مين من الفئات، هل الأطفال ولا الرجال ولا النساء، ويكون في دراسة جدوى شاملة لكل المشروع، كل اللي بنتكلم فيه ده قبل ما تبدأ المشروع التجاري. تاني حاجة السوق المستهدف. من المهم جدا انك تعرف هتطرح المنتج بتاعك فين، هل هيكون في أماكن شعبية ولا هيكون في أماكن راقية،
ولا هيكون في سوق كبير عشان تحدد قيمة السلعة اللي هتبيع بيها. يعني مثلا ما تروحش تبيع منتجات غالية في منطقة شعبية، أكيد مش هتمشي. لازم السعر بتاع السلعة يكون مناسب للمكان اللي هتبيع فيه، ولازم تكون عارف احتياجات المكان اللي انت فيه وتعرف ايه السلع اللي ماشية فيه أكتر عشان تقدر توفرها للمستهلكين وتتعرف ويبقى عندك ناس بتثق فيه. ودايما حاول انك تبقى مختلف وعندك ميزة عن الأماكن اللي بتتاجر في نفس السلعة بتاعتك. تالت حاجة، دراسة المخاطر. مفيش مشروع تجاري ما فيهوش مخاطر، لازم تكون فيه نسبة مخاطرة، مثلا زي تغيرات السوق وارتفاع وانخفاض الأسعار بسبب الأوضاع الاقتصادية اللي دايما مش مستقرة. ولازم كمان يكون في بداية مشروعك التجاري انك تختار موظفين عندهم خبرة وتعرف إمكانياتهم في التعامل مع المشاكل ومدى كفاءتهم وشطارتهم في البيع وتقديم المنتجات للمستهلكين. رابع حاجة، معرفة المنافسين. كل ما الواحد كان عارف قدرات التجار المنافسين له في المجال، كل ما كان قادر انه يقدم مميزات اكتر عنهم ويعمل عروض مختلفة من حيث انواع المنتجات اللي عندهم ومن حيث الجودة والسعر والمعاملة. كل دي حاجات لو عرفتها عن منافسينك هتقدر تعلي وتطور من مشروعك وتكون مميز وسطهم حتى لو كان مشروعك التجاري صغير. ولازم تستمر في تقديم نفس الجودة للمستهلك على فترات طويلة عشان يكون عندك ناس عارفينك ويجولك مخصوص عشان المميزات اللي عندك. خامس حاجة ومن أهمهم، عمل برامج حسابية للمشروع. البرامج الحسابية للمشروع بقت من أهم العوامل لنجاح المشروعات، لأنك طول ما أنت عندك برنامج حسابي هتبقى عارف وملم بكل الحاجات من ناحية الميزانية، من ناحية الدخل، من ناحية كمية البضاعة، من ناحية المنتجات اللي عليها سحب أكتر وهكذا. البرنامج الحسابي لازم يكون فيه كذا حاجة: الميزانية السنوية، معرفة الأرباح والخسائر، تعاملاتك التجارية اليومية، معرفة التقارير عن المنافسين في مشروعك، إعداد الفواتير، أسعار المنتجات، وآخر حاجة كمية البضاعة. دي الأساسيات لكل برنامج حسابي. وكل ما كان البرنامج الحسابي بتاعك فيه إضافات أكتر ومنظم، كل ما قدرت تعرف قدرتك على التطوير من المشروع أكتر وأكتر. الحلقة الجاية هنتكلم عن الاستراتيجيات المهمة جدا للتجارة الناجحة في أي نوع من أنواع التجارة. لو قدرت أفيدك انزل اعمل اشتراك في القناة وشوف الحلقات اللي فاتت في الاستثمار والبورصة والاقتصاد. أشوفكم في حلقة جديدة من أصل الحدوتة. سلام.